نظم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أدريانيس كوستين رويتر صباح اليوم ندوة صحفية في إطار نهاية مهام البعثة الأوروبية التي يترأسها إلى تونس. قدم خلالها بسطة عن الأربع سنوات التي قضاها في تونس منذ عام 2000 في إطار تفعيل وتدعيم التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. قدمت إلى تونس منذ جام في عام 2000، وحقيقة وكما تعرفون وجدت عديد الصعوبات في السابق، لكن لدينا علاقات طيبة مع تونس خاصة في مجال الجمعيات. الديمقراطية الأمثل ليست التي نراها نحن، ولكن التي تحترم حقوق الإنسان والأفراد. أما بخصوص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تقام على ثنائية النقد السلبي والنقد البناء. وإن كان الرئيس السابق حاضرا في الفترة الأولى من عملي، فإنه اختفى وتبقى تونس بلدا لنا معها تاريخ حافل، وسنتقاسم معها المستقبل، وهي منطقة جارة لأوروبا ومنطقة مغاربية مهمة جدا بالنسبة لنا. كانت شريكا فاعلا للاتحاد الأوروبي وستظل كذلك. من جهة أخرى، تطرق أدريانيوس إلى أبرز مجالات وقطاعات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مؤكدا على ضرورة تواصل العلاقات الأوروبية التونسية من أجل تفعيل وإنجاز مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. بالنسبة لنا عموما، القطاعات التي اهتممنا بها هي مساعدة المؤسسات والتعاون مع الجمعيات، إلى جانب التربية والتكوين، وسعونا إلى دعم قطاع القضاء، إلى جانب الدعم المادي بحوالي 160 مليون أورو. L'Union européenne fait met à disposition entre 150 et 160 millions d'euros. Donc c'est le double en dinars. نظمت جمعية صيانة المدينة بالمكنين تظاهرة ثقافية بعنوان المكنين الماضي الواقع والأفاق، وقد شهد تروقة دار الثقافة بالمكنين عرض العديد من الصور الفوتوغرافية المعبرة عن مدى عراقة هذه المدينة وعمق جسورها عبر التاريخ. مش نحاولوا نخدموا المدينة، مش نحاولوا نرجعوا كما قلت في شعارنا رد الاعتبار لمدينة المكنين من جميع الجوانب، ما غير حساسية سياسية، لأنه الترميم والتهذيب وتحسين الأشياء مش بالضرورة يكون عنده يعني نظرة سياسية، ربما في الجانب الأخرى، الجوانب الأخرى اقتصاديا وكذا فما، أما في صيانة المدينة أعتقد وأني مسؤولية الجميع مهما كانت حساسيتهم السياسية. كما ألقى الدكتور خليفة الحاج حسين الباحث في المجال الجغرافي محاضرة تضمنت عديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت مترسخة في هذه الجهة منذ قرون عديدة. مكنين ما تكيفتش مع النظام الرأسمالي، وما تأسستش فيها مصانع أو خدمات هامة تجعل أنها تكون قطب إشاع على المنطقة كما كانت في خلال القرن 19 أو بداية القرن 20، لكن هي أنها بقات ربما المدينة تحت المرتبة الرابعة في الساحل بعد سوسة ومساكن والمستير، المرتبة الرابعة إلى الآن، لكن ربما يجب على أهل المدينة أن يفكروا في مدينتهم. احتضنت دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي فعاليات المؤتمر الجهوي للرياضة والثقافة والعمل بحضور النائب الأول لرئيس المنظمة الوطنية للثقافة، التي تمحورت حول آليات تفعيل نشاط المكتب الجهوي والصعوبات التي تواجهه. بالنسبة لأشغال المؤتمر، انطلقت بكلمة ترحيبية ثم تلاوة التقرير الأدبي ووقعت مناقشته ثم المصادقة عليه، ثم بعد ذلك تمرت المرحلة الثانية اللي هي تلاوة التقرير المالي ومناقشته والمصادقة عليه، والمرحلة الأخيرة كانت هي بانتخاب الأعضاء المكتب الجهوي الجدد اللي كان عددهم 9 أشخاص. وفي أخبارنا العالمية، اقتحم محتجون من أنصار الفيدرالية يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي،
وأحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع خارجه، كما أن نحو 300 شخص حملوا أجهزة كمبيوتر وصناديق بطاقات اقتراع من داخل المبنى وشرعوا في تحطيمها وحرقها. وتأتي أعمال العنف هذه قبل أقل من أسبوع عن أول انتخابات حرة تجرى في ليبيا منذ الحرب التي انتهت بالإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي. هاجم الإسلاميون المتشددون في مالي أحد أكثر المساجد شهرة في مدينة تمبكتو الأثرية الذي يرجع بناؤه إلى القرن الخامس عشر، كما حطمت الجماعة المتشددة عددا من الأذرحة قائلة إن وجودها فيه انتهاك لأحكام الإسلام. في المقابل وصفت حكومة مالي ما يقوم به الإسلاميون بأنه عنف مدمر يرقى إلى جرائم الحرب، ودعت الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية تمبكتو وتراثها. يعقد اليوم في القاهرة مؤتمرا للمعارضة السورية بهدف توحيد مواقفها تمهيدا للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. في المقابل أعلن الجيش السوري الحر مقاطعته للمؤتمر واصفا إياه بالمؤامرة في وقت يتواصل فيه القصف العنيف على أحياء مدينة حمص المحاصرة وريف دمشق. وكان المجلس الوطني السوري قد أعلن في بيان له أن مؤتمر جنيف الدولي افتقر إلى آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ، مؤكدا أن أي مبادرة لا يمكن أن تحوز على رضا الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي بشار الأسد وإسقاط نظامه بالكامل. هددت إيران بمحو إسرائيل من على وجه الأرض إذ هي بادرتها بالهجوم، وأعلنت أنها ستجري تجارب إطلاق صواريخ ستستهدف نماذج لقواعد جوية في منطقة الخليج. كما صرح قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني إن أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران سيرد عليه بحزم. وكشف الجنرال حاجي زادة أن بلاده ستجري تجارب صاروخية على مدى 3 أيام، وتتزامن هذه المناورات العسكرية مع بدء أوروبا حظر استيراد النفط من طهران وبتطبيق عقوبات جديدة صارمة بحقها. نهاية هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. ندوة صحفية تناقش الرؤية الاستراتيجية لمقاومة الفساد في تونس. سفير الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على مجالات التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. في ندوة أي حوكمة لأي جامعات، الأساتذة الجامعيون يدعون إلى جودة ونجاعة الجامعة في تونس ما بعد الثورة. محتجون من أنصار الفيدرالية يقتحمون مكتب مفوضية الانتخابات في بنغازي. الإسلاميون المتشددون في مالي يواصلون مهاجمة المساجد في مدينة تمبكتو الأثرية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.